كيس باتنين جنيه بس يا جماعة من عند العطار حرفيا ومن غير يعني مقدمات ولا كلام كتير. التجربة سيد الدليل زي ما بيقولوا. هنعرف يا جماعة هو الكيس وهتشوفوا الكيس ده هيخلي انتاج البيض عندكم من الطيور عامل ازاي، وكمان بيزود الوزن. وزي ما احنا معرفين في كل حاجة ان لو الوزن زاد انتاج البيض هيزيد، سواء عند الفراخ عند البط عند الوز عند الرومي عند جميع انواع الطيور. وكمان يا جماعة الكيس ده لو احنا بنسمن فراخ بيضة بنسمن بط مسكوفي بنسمن اي طيور هنحطه له هيزود وزنه وهيخلي الطيور عندنا كده البيض رائد 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 تحت رجليها تحت رجليها تحت رجليها. مش هطور عليكم كتير، يلا بس كده ننزل نعمل لايك للفيديو ده عشان اكبر عدد من الناس تشوفه وتستفيد، واللي مش مشترك في قناتنا يوماتي في مزرعه ينزل بسرعه يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، واللي ما عملش لايك للفيديو يعمل لايك. وهنصلي على النبي ونرجع نشوف اهو الكيس اللي هيملى لنا السطح. عاوز تشوف منظر البيض ده كده تحت الطيور بالشكل ده؟ طبعا هو انا اللي حاطه، بس انت لو عايز تشوفه كده هو 2 جنيه بس، عايزك 2 جنيه بس، 2 جنيه وتنزل عند اقرب عطار جنبك او اي حد بتاع سوبر ماركت تجيب منه الحاجه دي وتطلع تلقحها للطيور. لو عندك 10 فراخ بلدي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل يوم هتاخد منهم 7 بيضات. انا مش هقول لك 10 عشان مش مستحيل، ده حاجة طبيعية، في واحدة بتريح في واحدة كده. لو عندك بطة بلدي هتخليها كر بيض. الوز وتجهيزات موسم الوز اللي احنا كلنا منتظرينه عشان يبيض البط، بصوا انا مش هتكلم، انتوا هتجربوا وهتشوفوا. اول بس يا جماعة كده قبل ما اقول لكم على الكيس، حابب اقول لكم ان الحاجات دي كلها بتحفز على زيادة انتاج البيض. انا بس خايف على البيض بتاعي كده عشان ده ايه، ده كل البيض اللي انا املكه عشان نكون عارفين بس، تمام؟ فدي كلها يا جماعه حاجات بتحفز على البيض، سواء الكيس اللي من عند العطار ده او حاجه مثلا زي الشطه زي الجنزبيل زي اللهم صل على سيدنا محمد الحلبه زي القمح. القمح برضو يا جماعه بيحفز على عنقود البيض او بيحمي عنقود البيض، وسعيد هيخرب بيته وياكل البيضه. المهم يا جماعه ان الحاجات دي كلها بتحفز العنقود. طيب هقول لكم الكيس بسرعه 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 برضو عشان ايه، عشان الناس ما تزهقش، وبعد كده نرجع نتكلم على بقيه الحاجات اللي معانا. اهو يا جماعه الكيس، طبعا الكيس مش حاجه كيماويه، ده حاجه طبيعيه، ده ايه؟ ده سمسم. هتقولوا لي سمسم؟ هقول لكم ايوه السمسم، السمسم العادي اللي بنحطه على البقسماط ده. طب فايده السمسم ايه؟ السمسم يا جماعه فيه نسبه كالسيوم رهيبه 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 رهيبه. واسالوا اي دكتور بيطري، مش هقول لكم اسالوا دكتور بيطري، اسالوا واحد عطار، اسالوا واحد عطار، قولوا له السمسم فايدته ايه؟ هيقول لكم فيه كالسيوم وزيوت طبيعيه وحاجات جميله جدا 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 ومفيده جدا، تمام؟ شايفين يا جماعه انا بلقحه كده اهو، الفراخ بتعرف تاكله، شايفين؟ اهو، او ان انا احطه على العلف، تمام؟ لو انا بقى احطه للبط، لو عايز البط اللي ياكل منه هروح حاطه على الاكل، لكن شايفين الفراخ؟ انا بقى ايه؟ عايز الفراخ هي اللي تستفيد منه، الفراخ والرومي، لان انا البط ده كده كده ايه حطه له على العلف. برضو يا جماعه زي ما قلت لكم في اول الفيديو بيسمن الطيور، ايوه بيسمن الطيور. السمسم انا بحطه، شايفين السمسم انا بحطه للبط على العلف، حتى شايفين البط عايز ياكله ازاي. طبعا يا جماعه السمسم ده بيتحط ازاي؟ ممكن نحطه كل يوم عادي مره، مفيش مشكله، مفيش اي ضرر منه ولا اي غلط. ممكن تحطوا السمسم الصبح وتحطوا لهم شطه على الاكل اخر النهار، السمسم هيديهم طاقه وهيديهم كالسيوم، وبالتالي هيخليهم يزيدوا في انتاج البيض زي ما انتم شايفين كده، او ان انتوا تحطوا لهم وتحطوا لهم الشطه اخر النهار علشان تحمي العنقود. شايفين الفراخ بتاعتي ملموم عليه ازاي، والوز كمان جاي ان هو ياكله. طبعا انا برضو زي ما قلت لكم ان احنا ممكن نقدر نحطه على العلف. جماعه انا هلم البيض من تحت رجل الفراخ وارجع لكم عشان ايه، شايفين اهو الذكر كسر بيضه، الذكر كسر. ما تاكلوش البيضه يا حاجه، استنى هلم البيضه يا جماعه معلش عشان ده ايه يعني انا كده زعلت بقى على البيضه، هلم البيضه وانا هوت. بعد ما لمت البيض راح واقع مني من العلبه اتكسر، يعني والله لا يا جماعه مش عارف اتكلم، انا اقسم بالله ما عارف اتكلم، يعني والله بحطه في العلبه راح واقع اتكسر، البطاني اللي حيلتي اللهم الاعتراض. المهم يلا
ملناش نصيب فيهم. جماعه طب استنوا لو دي سليمه كده خليها. المهم يا جماعه، المهم ان انتوا جربوا السمسم بقى، وزي ما قلت لكم الحاجات دي كلها طبعا بتحفز على البيض. وطبعا يا جماعه الفراخ ما بتاكلش البيض، هي الفكره بس في ان عشان هما الام اتكسر قدامهم فكلوه. يلا كالسيوم جا من هنا راح هنا. المهم ان انا مش عارفه اكمل. المهم يا جماعه احنا وصلنا لحد خدوا طيب خدوا استنى خدوا السمسم عليه. يلا انا حطيت لهم السمسم عليه يا جماعه، شايفين؟ كل يا اختي كل. ودي جت كلت اختها، انا مش فاهم هو الله حصل صراحه، اكونش انا حسدت البيض مثلا، مش عارف والله. المهم يا جماعه زي ما قلت لكم بقى، ولو انتوا عندكم فراخ بيضه تقدر تحطوا لها السمسم برضو على العلف عادي. بنحط معلقه على كل كيلو علف، معلقه كبيره يا جماعه على كل كيلو علف. وممكن بقى انتوا يا جماعه تشتروا السمسم بالكيلو، مش بالسايب كده يعني، انا بشتري سايب والله علشان عندنا العطار ده رخم ما بيرضاش يبيع بالكيلو، ولو لما اروح عند حد يعني تاني ابقى اجيب ان شاء الله بالكيلو. انا كل يوم الصبح كده يا جماعه وانا بجيب اللي هو البوز بجيب لهم معايا كيس ب2 جنيه يعني ما شاء الله، وانا انا بجيب كل يوم ب2 جنيه والله. هم ما شاء الله والله بيبيضوا يعني، والبط بيبيض والفرخه هي بتقر عايزه تبيض، وبحط منه للفراخ على البتاع. وطبعا ده يا جماعه كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، وبقول لكم في الفيديو بتاعنا ازاي تزودوا انتاج البيض، وفي نفس الوقت برضو ازاي تكسروا البيض للفراخ. يعني انتوا تزودوا الانتاج من هنا والفراخ تبيض، وروحوا روحوا مكسرين، اوعى ما تكسروش. انا بقول لكم اوعى ما تكسروش، خليكم كده شاطرين وحلوين. طبعا يا جماعه كده بعد ما البيض اتكسر، وانا حبيت اسجل الحته دي بس واكد لكم على فوائد السمسم، ان السمسم بيزود الوزن، ولما الوزن بيزيد والكالسيوم بيزيد في الجسم فبالتالي بيبدا يزيد انتاج البيض. فدي هي العامل اللي بيشتغل عليه السمسم، ان هو بيزود الوزن وبيزود الكالسيوم، فبالتالي بيبدا ان الوزن الفراخ تزيد فيبداوا ان هم يبيضوا ويزود كميه البيض. ممكن نحط السمسم زي ما انا ما حطيته كده، وممكن نحطه على الاكل. وكمان لو عايزين تسمنوا طيور حطوا لها السمسم، الكيس ب2 جنيه مش غالي جدا، هيخلي منظر البيض والله تحت الفراخ كده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.